نقابة أساتذة موظفي جامعة بيرزيت بتخوض نضال نقابي كما قالت صونا لحقوق العاملين في الجامعة. فبعد خوض النقابة حوارات طويلة مع إدارة الجامعة من بداية العام الأكاديمي، تستمر إدارة الجامعة برفض الاستجابة لمطلب تحقيق هذه المطالب واتفاق الكادر للعام 2016، وتستمر في المس بالأمن الوظيفي للموظفين كما تقول النقابة من خلال عقود مجحفة تلتف على قانون العمل والمماطلة في تطبيق توافقات سابقة تتعلق ب التأمين الصحي التكافلي للعاملين فيها، رفض الإدارة لتحويل فرق سعر الدينار المقتطع من مساهمة الموظفين للتأمين الصحي، ومطالب أخرى كثيرة. فنقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت ستبدأ بإجراءات منها تعليق جزئي للدوام، وقفة للعاملين أمام مبنى الرئاسة، تعليق كافة الأنشطة الأكاديمية والإدارية مع عدم التواجد يومي الأربعاء والخميس الماضيين، هذه الإجراءات اللي عملتها. وفي ظل عدم تجاوب إدارة الجامعة مع المطالب تم الإعلان عن تعليق الدوام بشكل كامل يوم السبت الماضي. هل ستستمر هذه الإجراءات أم لا؟ إلى أين وصلت الأمور؟ تنضم لنا عبر الخط الهاتفي الدكتورة لينا معاري، رئيس نقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت. دكتورة لينا صباح الخير، أهلا بك معنا. صباح الخير. إذن يعني قمتم ببعض الإجراءات خلال الفترة الماضية، منها تعليق جزئي للدوام، وقفة للعاملين، وكل ذلك يندرج تحت خوض النقابة لمطالب مع إدارة الجامعة هي تسمى اتفاق الكادر للعام 2016. إلى أين وصلت الأمور؟ نعم صحيح، نقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت تخوض نضال نقابي وذلك صونا لحقوق العاملين، وهناك جملة من القضايا الحقوقية والإدارية والأكاديمية هي في صلب مطالبنا. جزء من هذه المطالب هو مطالبة إدارة الجامعة بتطبيق اتفاق الكادر للعام 2016 الذي استحق ويجب أن يطبق كما كان الاتفاق، ولكن هناك قضايا أخرى مرتبطة بالأمن الوظيفي للموظفين وأنواع العقود، المماطلة في تطبيق توافقات تتعلق بالتأمين الصحي التكافلي للعاملين، وكذلك قضايا لها علاقة بالشأن الأكاديمي مثل زيادة أعداد الطلبة في الشعب والبدل المنصف للعمل الأكاديمي للمتفرغين وغير المتفرغين، وأيضا المطالبة بتطبيق مبادئ التشاركية والشفافية والمحاسبة والإنصاف في المؤسسة. فهناك جملة كبيرة من المطالب التي تم الحوار حولها لفترة طويلة، بعض هذه القضايا تم الحوار مع إدارة الجامعة حولها منذ بداية العام الأكاديمي، وللأسف عندما لم تستجب الإدارة أو تطبق هذه الاتفاقيات أعلننا نزاع عمل في 21/6 وبدأنا بإجراءات تدريجية إلى أن وصلنا إلى تعليق الدوام الشامل. نعم، الآن في تعليق دوام؟ نعم. يعني أي يوم، كم يوم يعني رح يستمر؟ نحن كما قلت بدأنا بإجراءات تدريجية. نعم. منها وقفات في أمام مبنى الرئاسة، تعليق جزئي للدوام، إلى أن وصلنا للتعليق المفتوح للدوام منذ يوم السبت. نعم. طيب أي استجابة من إدارة الجامعة، أي حوار بعد كل هذه الإجراءات، أي يعني تجاوب منهم في أي شيء؟ صراحة على مستوى الخطاب إدارة الجامعة تقول أن لديها توجهات إيجابية وأنها معنية بالحوار إلى آخره، لكن المشكلة التي أوصلت إلى هذا النزاع النقابي هي أن الحوار أصبح يدور في حلقة مفرغة، لا يوجد تطبيق للاتفاقيات أو استجابة عملية، وهذا ما أوصلنا إلى الوضع الحالي. نعم، الآن أفهم منك دكتورة أنه ما في إعطاء محاضرات للطلاب داخل الجامعة؟ نعم، نحن للأسف نحن في نهاية الفصل الصيفي، وهذا يعطل، عدم استجابة الإدارة يعطل الانتهاء من الفصل الصيفي. طيب في حال لم تستجب، هل سيكون هناك خطوات من قبل النقابة؟
نحن أعلننا عن خطواتنا التصعيدية، نحن متواجدون بشكل دائم في اجتماعات دائمة، نتابع الأمر ونأمل أن تستجيب الإدارة لهذه المطالب لأنها تخص حقوق العاملين وبالإمكان الاستجابة إليها، هي ليست مطالب صعبة المنال. نعم. وبالتالي نحن نعول على أن تقوم الإدارة ومجلس الجامعة بالاستجابة لهذه المطالب. طب إذن ما مبرر الإدارة في عدم الاستجابة؟ هل تعاني من أزمة مالية؟ هل يعني ذكرت أي من الأسباب لكم؟ جزء من هذا النزاع النقابي هو حول سياسة الجامعة ونهجها في التوفير المالي على حساب الحقوق والجودة الأكاديمية. بالإمكان القول أن هذا هو العنوان الكبير لهذه الأزمة، وبرأينا المبرر الجامعة هي الأزمة المالية وإلى آخره. أما نحن كنقابة فنقول بأن هذه السياسات وهذا النهج في التوفير المالي لا يمكن أن يكون على حساب حقوق العاملين أو الجودة الأكاديمية، لأن هذه بالأساس هي القوة الأساسية للجامعة، هي حقوق العاملين، عاملين يشعرون بالانتماء لهذه المؤسسة، بإمكانهم العطاء كما يجب، وأيضا الجودة الأكاديمية للجامعة. نعم، يعني هذه هي الإجراءات متواصلة لحين الاستجابة، هذا التعليق متواصل لحين استجابة إدارة الجامعة لمطالبكم. نعم، ومهم التأكيد هنا أننا كنقابة حريصين كل الحرص على مصلحة الجامعة وعلى مصلحة الطلبة وعلى المسيرة التعليمية، وبالتالي فإن توجهنا لإدارة الجامعة الاستجابة السريعة والتطبيق الفعلي لكل التوافقات والمطالب لكي نستطيع تجاوز هذه الأزمة وفعلا إنهاء الفصل الصيفي والبدء في عام دراسي جديد بطاقة وحيوية لكافة العاملين. شكرا جزيلا لك يا دكتورة لينا معاري، رئيس نقابة العاملين في جامعة بيرزيت، تحياتي.